بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، بعمل في مجال الخرسانة والتربة. حبيت أو فكرت في حاجة إن أنا أعملها لكل الزملاء، بس قلت اخد رايهم الاول وانا بعرض عليكم الفكره، ويا ريت يكون في تجاوب معانا سواء بالايجاب او الرفض. اولا انا كنت من فتره كده كنت نزلت بعض الاختبارات الخاصه بالخرسانه والتربه، ولقيت اقبال من بعض الناس، وفي بعض الناس برضو ما ظهرش عندهم او ما ظهرش منهم اقبال. والسبب في كده ان قالوا ان الناس دلوقتي ما عندهاش، او الشباب اللي بيشتغلوا في المجال دوت اللي انا اعرفهم ما عندهمش طوله بال ان هم يقروا ورق. فكان في عرض كويس من احد الزملاء، يمكن هو زميل معايا بيعمل في مجال العمل برضو، فقلت هستفيد بخبرته، وقال ان احنا ممكن ننزل الحاجات ديت فيديو، وسواء الفيديو دوت هيكون مرفق ببعض الصور او بعض الفيديوهات اللي احنا هنعملها مع بعض، او فيديوهات اللي احنا موجوده عندنا، بالاضافه ان احنا هناكد المعلومات دي سواء بالمواصفه اللي احنا هنقراها، وهنحاول نقول طريقه الاختبار في موجز مبسط في وقت قصير جدا، بحيث ان احنا نقدر كلنا نستوعبه ان شاء الله. وهنكتب رقم المواصفه اللي احنا بنتكلم من خلالها، لان المواصفات كتيره والطرق مختلفه. انا اطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقني في حاجه زي دي، وكمان اطلب برضو من كل ان هيكون شايف ان هو يتابع الحاجه دي معانا، يكون واخد الموضوع بطريقه جديه، بحيث لو هو شاف ان في اي خطا وقعنا فيه سواء من ناحيه رقم مصفى او من طريقه عمل الاختبار بتاع الماده اللي احنا بنعملها، يرد التعليق، بحيث ان احنا في اللقاء الثاني ان شاء الله هنعتذر عن الحاجه الخطا دي ونحاول نصلحها، او لو كنا متاكدين ان الحاجه اللي انا نزلتها ديت او قلتها في الفيديو دوت صحيحه، هحاول اكد المعلومه بتاعتي، بس برضه هاكدها من خلال الورق اللي بيقول الحاجه ديت، بحيث ان احنا نوصل لمعلومه واحده وثابته ان شاء الله. وانا ما اقصدش اي حاجه من وراء الموضوع ده كله غير ان رضا ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا نعتبر ديت صدقه جاريه، لان احنا دي وسيله عمل، يعني الهدف منها سامي وليس هدف سيء، وربنا وعدنا بيبعدنا ان شاء الله عن اي شيء سيء. فهدفنا كله ان احنا نفيد بعض في المعلومات ديت، فارجو منكم ان تردوا عليا، هل ان انا استمر في الحاجه ديت ولا ان انا اعملها واحتفظ بيها لنفسي. واطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقني في الحاجه ديت. وكان معاكم اخوكم عبد الناصر احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.